مشاهدينا للتعليق حول السوق المصري، ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الخبير الاقتصادي دكتور رشاد عبدو. مساء الخير دكتور، حياك الله. أهلا بيكي. في البداية، كيف ترى أداء السوق المصري في هذه اللحظات وحتى الآن؟ طبعا النهاردة البورصة المصرية طالعة وطالعة صعود جيد، ودي مسألة منطقية، وبالتالي لو كسرت كمان 13400 هتقفز قفزه كبيره الفتره الجايه، وبالتالي احنا منتظرين نشوف ال 13400 هتتعدى ولا لو عدتها هتتصل الى مزيد من الارتفاعات، وان كان من المتوقع انها تنكسر عند هذا الحد تنخفض قليلا ثم تعود الصعود. فبلا جدال النهارده مكاسب كبيره في كل القطاعات لكل المستثمرين في البورصه المصريه. ممتاز، ولكن هذه الارتفاعات ربما هي امتداد للارتفاعات التي حققتها البورصه بالامس كذلك، ما هي ابرز العوامل برايك التي ادت الى هذه الارتفاعات؟ عامل اساسي ما قبل الامس المشكله الخاصه بوزاره الماليه، وانها قالت ان هيبقى في ضرائب على اسهم البنوك وعلى البنوك اللي بتشتري اذون خزانه، وده هز السوق كله. ليه؟ لانه النهارده اللي بيقود البورصه معظمها اسهم بنوك. نعم. فالاسهم دي كلها تاثرت، يعني اكبر سهم بيقود البورصه مثلا سهم البنك التجاري، ده نزل من 77 ل 71، فنزل حوالي 7.7% او 7.4%. نعم. فده اثر كتير وجذب السوق كله لتحت، لان بقى في حاله من فقدان الثقه في فرض ضرائب جديده، مع مراعاه انه حاجتين: اولا البنوك هي اللي بتساهم في تمويل عجز الموازنه من خلال شرائها لاذون الخزانه، هذه واحده. الحاجه الثانيه ان ده هيضعف اسهم البنوك على حساب اسهم اخر. الحاجه الثالثه وده الاخطر، البنوك مش هتخسر. نعم. فهتعمل ايه؟ هترفع المعدل بتاع اقراض الحكومه في اذون الخزانه. فلابد ان المسؤول يبقى مدرك ان القرار اللي بياخده رايح فين وتاثيراته ايه. ليه؟ المسؤولين في وزاره الماليه قالوا ان ده هيوفر لي 15 مليار. طب ممكن يخسرك كام ايرادات من البورصه؟ اكتر كتير من الرقم ده. نعم. وبالتالي ده اللي بنسميه الحث السياسي لمتخذ القرار، لازم يشوف اي قرار بياخده هيروح فين، يسمع ايه، تاثيراته ايه. ما يفرحش بالنهارده، لازم يراعي النهارده وبكره وبعده. نعم، على المدى القصير والبعيد كلا السلبيات والايجابيات. طيب، وعندنا تجربه سابقه، وزير ماليه سابق عمل التجربه ديت وفرض 5% على اسهم البنوك، فالبنوك كلها وقعت وعمل مشاكل واضطر بعد كده يلغي هذا القرار. ممتاز. فلابد يقول ده، خاصه ان وزاره الماليه ما كانتش درست القرار، هل ده على الاذون الخزانه المشتركه قديما؟ هل ده اعتبارا من الاذون الجديده؟ نعم. مفيش وضوح رؤيه، ولذلك في الاسبوع ده قاعده ما بين اتحاد بنوك مصر وبين المسؤولين في وزاره الماليه. نعم، ممتاز. دكتور، دعنا نتحدث اليوم بشكل اكثر تفصيلا عن اداء القطاعات. كما ذكرت في البدايه، القطاعات ترتفع بشكل جماعي، تدعم المؤشر بشكل جيد، ولكن ابرز هذه القطاعات المؤثره بشكل مباشر وايجابي ايضا على بورصه مصر، و نتحدث أيضا عن رؤيتك لأحجام التداول والسيولة حتى الآن. طبعا قطاع البنوك جيد وقطاع الإسكان، الاثنين دول جيدين جدا، إنما زي ما حضرتك بتقولي لما بيبقى في أخبار جيدة أو موجة ارتفاعات لتعويض أرقام منخفضة جدا بيشد البورصة كلها، ما بيشدش سهم معين أو شركة معينة أو قطاع معين. ليه؟ لأنه الأخبار جيدة، ولأن المستثمرين أدركوا أن الفترة اللي فاتت كانت الأسعار نزلت لمستويات منخفضة جدا ومتدنية جدا ومغرية جدا، فلما الأسعار بتنزل لمستويات منخفضة جدا ومتدنية جدا بتخلق طلب جديد، ومستثمرين مستمرين بيخلقوا طلب جديد وسيولة جديدة، فده كفيل برفع المؤشرات، ومن ثم كل قطاعات البورصه بتطلع زي ما حدث النهارده. نعم. في كتير من الايام نقول سهم معين او قطاع معين، النهارده البورصه كلها بتطلع، لان الانخفاضات كانت وصلت لمرحله كبيره جدا، ومن ثم ارتداد ناس كتير ابتدت تشتري لانه بقت مغريه، وبالتالي ده خلق سيوله كبيره وطلب كبير. جيد. دكتور، كيف ترى اثر وانعكاس العلاقات الاستثماريه ما بين المملكه ومصر على اداء البورصه المصريه؟
طبعا ده شيء مهم جدا. البورصه دايما بنقول ايه؟ بنقول انها مرآة عاكسه لكافه الاوضاع الاقتصاديه والسياسيه اللي بتمر بها المجتمع. لما النهارده تبقى عندي علاقه متميزه جدا مع السعوديه، والسعوديه ومصر دول هم اللي بيقودوا العالم العربي، فكل بقدر ما يكون في تنسيق اكتر، كل ما يكون في تعاون اكتر، كل ما بيكون في تعاون تجاري واستثماري اكبر، ده بينعكس كتير قوي على الوضع الاقتصادي. وبما ان قلنا البورصه مرآة كسر الوضع الاقتصادي في المجتمع، فلابد البورصه تتاثر، خاصه ان هناك شركات كثيره واسهم كثيره موجوده في البورصه لتعاون مشترك ما بين المستثمر المصري والمستثمر السعودي، فده كفيل بانه يرفع المستوى. ومن ثم شفنا التقرير المحترم اللي بيتكلم عن الاستثمار اللي وصل حوالي 27 مليار، شفنا حجم التجاري التبادل التجاري اللي وصل فوق 6.2 مليار. نعم. كل ده بيقول لا، ده في تصاعد كبير جدا، وبقدر ما يكون في تعاون وتصاعد للعلاقات وحسن للعلاقات بقدر ما ينعكس على الوضع الاقتصادي داخل الدولة، ومن ثم مؤشرات الدولة ومؤشرات الاقتصادية للدولة اللي متناعكس من خلال البورصة ومؤشرات البورصة. نعم. الجدير بالذكر دكتور بأن الحكومة المصرية تسعى لإطلاق السوق الثانوية للسندات بالربع الأول من العام المقبل 2019. انعكاسات هذا الخبر برأيك إن كان إيجابا أو سلبا يعني على أداء المؤشر أو مؤشر البورصة المصرية؟ له تأثير كبير طبعا. ليه؟ أنا لما أعرض بضاعتي وأنا تاجر قوي في السوق، بلا جدال كتير يحبوا يتعاملوا معايا، إنما أنا لو أنا تاجر مهمش كتير يخافوا يتعاملوا معايا. ودايما بضرب مثال جميل قوي، ألمانيا واليونان أعضاء في الاتحاد الأوروبي والعملة بتاعتهم واحدة اليورو، لكن لما ألمانيا بتطرح سندات بتبقى بكام؟ ب2.25% الفايدة، لكن اليونان لما بتطرح السندات بتاعتها بتوصل ل6.5%. ليه؟ لأن المستثمر هنا مطمن إن وراه اقتصاد قوي في ألمانيا والسداد عالي والضمانات عالية، بينما في اليونان في مشاكل ووافع بيضطر إنه يرفع سعر الفايدة علشان تواكب المخاطر المحتملة. فنفس الشيء، هل النهاردة العلاقات المصرية السعودية القوية، هل النهاردة الأوضاع الاقتصادية الطيبة، هل كل ده يخلي اللي خارج النهاردة من وزارة المالية عشان يروج السندات تخليه في موقف أحسن؟ وده يؤدي لإيه؟ خفض معدل الفايدة وطلب أعلى على البضاعة المطروحة اللي هي السندات المصرية. نعم. لو يعني تعطينا تعليق على أداء سهم البنك التجاري خلال تعاملات جلسة اليوم، كيف ترى أداء هذا السهم؟ أرى أنه السهم ده من الأسهم القائدة اللي بتقود البورصة كلها ومن أفضل مؤشراتها، وشكله في المؤشر بتاع 30. ومن ثم الأخبار اللي فاتت، لأنه هو أكبر الأسهم اللي بتشتري أذون الخزانة وبتقبل على أذون الخزانة المصرية، ومن ثم كان معرض لضرائب كثيرة، ده هبطه كتير زي ما قلنا من 77 ل 71 وكسر 2.10 3.10، فده كان مؤثر كتير. النهاردة بقى في نوع من أنواع الثقة، فتم استعادة كبيرة جدا للخسائر اللي فقدها، وبالتالي بيرجع تاني عشان يقود البورصة. واليومين الجايين هيبين قوي القعدة المشتركة اللي بين اتحاد بنوك مصر، خاصة رئيس اتحاد بنوك مصر هو رئيس هذا البنك، فالقعدة المشتركة اللي بين اتحاد بنوك مصر ووزارة المالية هتبين خلال هذا الأسبوع التصورات، الرؤى، إمكانية التأجيل، كل الكلام ده كله، وبالتالي السهم هيتوقف سعره الفترة الجاية على نجاح المفاوضات التي يجب أن تكون هذا الأسبوع بين البنك المركزي، بين اتحاد بنوك مصر وبين وزارة المالية. نعم. دكتور رشاد، أرباح أوراسكوم ليميتد بالربع الثالث تصل إلى تتخطى 32 مليار مليون دولار، كيف تعلق على هذه الأرباح؟ هو سهم من برضه من الأسهم القوية، وراه مستثمر شاطر سويرس، راجل قوي وفاهم السوق وعارف بيتعامل ازاي، وعنده استثمارات في الداخل وعنده استثمارات في الخارج، فبيعرف يجيد مسألة التعامل، وعشان كده كانت مسألة منطقية انه يكسب. لازم يكسب، واحنا دايما بنقول في مصر الاتي، ان الاستثمار ده نوع من الشراكة، مفيش حاجة في الشراكة اسمه طرف يكسب وطرف ما يكسبش، الكل لازم يكسب. فعشان كده متوقع ان كمان يبقى في مزيد من الارتفاعات الفترة الجاية ومزيد من الارباح الفترة الجاية. كل الشكر لك من القاهرة الخبيرة الاقتصادية دكتور رشاد عبدو، شكرا جزيلا لك.